بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنكمل اللي كنا بدأنا فيه في موضوع الريبورتس. كنا وصلنا ان احنا فتحنا الموديفاي بتاع الريبورت وشفنا الاستراكشر بيكون عامل ازاي، وتعرفنا على الاجزاء بتاعت الاستراكشر ده. ده كان الهدف منه ان احنا نبقى فاهمين الريبورت بيتكون ازاي ومكوناته ايه، ولما نفتح الصفحة دي ما نبقاش مخضوضين ونقدر ان احنا نعدل فيها لو تعديلات بسيطة احنا عايزينها. طيب، هل كل ريبورت انا بنشئه وبعمله بالطريقة دي؟ اكيد لا، لان الطريقة دي لا شك ان هي بتاخد وقت طويل جدا، وفي نفس الوقت بتكون معقدة على كثير من الناس. فيعني خلينا نقول ان الطريقة العامة هتبقى ان انا باخد ريبورت من الريبورتس اللي موجودة، وببدأ ان انا اعمل تعديلات عليها عشان اوصل ل الغرض اللي انا عايز اعمله، او للريبورت الفورمات اللي انا عايز اوصل لها. فالكلام ده بيتم بالاستعانة بالويزرد. الويزرد هو عبارة عن برنامج داخلي بيساعدني، موجود جوه البريمافيرا، عبارة عن خطوات ثابتة بتساعدني في ان انا اعمل كرييت للريبورت بتاعي. لو جيت ادوس علامة الزائد دلوقتي هيطلع لي الويزرد. الويزرد يا اما بتساعدني في ان انا اعمل نيو ريبورت، او ان انا اعمل موديفاي زي ما هنشوف بعد شوية. لو قلت ان انا بعمل نيو ريبورت هقول له نيكست، وهيبان معايا السبجكت اريا. السبجكت اريا هو موضوع الريبورت. الريبورت هينطبق على ايه؟ هل ينطبق على الاكتيفيتيز، ولا الكود اساينمنتس، ولا ينطبق على حاجة تانية زي مثلا من الريسورس اند رول اساينمنتس، التخصيصات بتاعت الموارد، ولا على البيز لاين، ولا على الكوست اكونتس، ولا على دوكيمنتس. اعطيني كل انواع الداتا بحيث ان انا اختار حاجه معينه هينطبق عليها. طيب، نقول ان احنا هنشتغل على الاكتيفيتيز وهختارها واقول له نيكست. هيقول لي لو عايز تزود اديشنال سبجكت اريا. شوف لو في additional subject area ممكن ان انت تزودها. خلينا دلوقتي ان احنا هناخد بس الاكتيفيتيز وهقول له next. هيقول لي عايز تعدل في الكولومز بتاعت ال selected subject area بتاعت الاكتيفيتيز، فادوس على columns وهلاقي حاجات ممكن تزيد. ممكن ان انا اوصل مثلا لل successor وال predecessor. الاكتيفيتي نيم مش موجود برضو، ممكن ان احنا ناخد الاكتيفيتي نيم. وهكذا اعدل بقى ايه بنفس طريقة الكولومز المعتادة. اقول له اوكي. بيقول لي عايز تعمل لهم جروب، هل في جروب اند سورت معين؟ اقول له اه، اعمل لهم مثلا بالاكتيفيتي كودز او بالدبليو بي اس زي ما انا عايز، بالطرق اللي اتعلمناها في السورت. وهقول له اوكي. وبرده لو عايز اعمل فلتر مثلا لبعض الاكتيفيتيز، اكتيفيتيز معينه هي اللي تطلع، زي مثلا اللي التوتال فلو بتاعتها بزيرو او الكريتيكال وهكذا يعني. اقول له نيكست. يقول لي عايز تسمي الريبورت ايه، فهنسميه مثلا activities، ماشي زي ما هو مسميه. next. عايز اعمل له run قبل ما احفظه، فهدوس على run واشوف البريفيو، فلاقي activity id و activity name و activity status وال successor وال predecessor. بس واضح هنا ان ايه الكلمة مش باينة، فانا محتاج ان انا اعدلها. طيب هقول له next و save للريبورت ده. اوكي، تسيف finish. دلوقتي بعد ما اتعلمنا ازاي ان انا اعدل في الاستراكشر، ممكن ان انا افتح الموديفاي بالشكل ده واجي هنا بقى واظبط التظبيط اللي انا عايزه. الاكتيفيتي اي دي مثلا صغير، مفيش داعي ان هو يبقى واخد ده كله. طيب قصاده برده نفس الحكايه، الاكتيفيتي اي دي من هنا، الاكتيفيتي نيم ابدا ان انا اسحبها. دي كانت احد الفوائد اللي احنا ايه، ان احنا درسنا الجزء الاول
اللي هو خاص بالستراكشر نفسه بتاع الريبورت. طبعا زي ما قلنا في الفيديو السابق ان انا ممكن ان انا كنت اضغط هنا واشوف بريديسيسور ليفت بادية من 5.68 وعرضها بوينت كذا، خلي عرضها مثلا 0.85 على طول، وبدأ من 5.7 ويخلي ده زيه 0.85، وهنا 5.7، بحيث ان هم يبقوا على محاذاة بعض. طيب لو جينا نشوف البريفيو هلاقيها بقت بالشكل ده. ادي موجود عندي سان فلاور فيلا ادفانسد مايلستون، عندي فيها بروجكت فينيش، بعد كده السبستراكشر. طبعا هنا دي ايه البريديسيسور عددها كبير فعشان كده واخده مسافه طويله. طيب انا ممكن برضو عشان اسهل على نفسي شويه اقوم جاي عامل تعديل كده صغير في الريبورت ده، بان انا هقول له بعد كل سطر فيهم او بعد كل يعتبر رو زود لي هنا سطر وحط فيه لاين بحيث تسهل شوية ايه القراية. خلينا نشوف البريفيو كده، لان الاكتيفيتي الاولاني اهو نوت ستارتد ودي البريديسيسور بتاعي، وبعد كده هنا المايلستون، وبعد كده اكتيفيتي واكتيفيتي، طبعا الاتنين دول تابعين لنفس المايلستون، وهنا السكسيسور او البريديسيسورز بتاعتهم، وهكذا اقدر انزل للصفحة اللي بعديها او اللي بعديها وهكذا. اقفل وهقول له سيف. ماشي كده انا عملت الريبورت باستخدام الويزرد. ممكن برضو ان انا اعدله باستخدام الويزرد، لو هقف عليه كده وهدوس على ريبورت ويزرد هنا هيطلع لي الويزرد بتاعه الموديفاي، يقول لي موديفاي ويزرد ريبورت، اقول له نيكست لو عايز ازود حاجه، لو عايز اعيد الترتيب، لو عايز الكولومز ازودها، لو عايز اعمل فلتر معين وليكن مثلا التوتال فلوت، اقول له مثلا less than or equal 0 عشان يجيب لي الكريتيكال، وهعمل له run. الاقي ان هو عدد الصفحات قلت، بدل ما كان 3 صفحات بقى صفحة واحدة بيج 1 اوف 1 لانه مطلع الكريتيكال بس. طيب خلينا نكمل بفكرة تانية كده، ان احنا نشوف احد الريبورتس اللي موجود وليكن مثلا في الاوبن بروجيكتس، يعني ناخد حاجة في الكوست الاكتيفيتي ايرنت فاليو. الاكتيفيتي ايرنت فاليو لو حبيت ان انا ابص عليه عشان اعمل له موديفاي، فهجيب ريبورت ويزرد نيكست، الاقي ان هو كان ضايف الاكتيفيتيز نيكست كولومز، كان مطلع الاكتيفيتي اي دي والنيم والستاتس، وكان مطلع البلاند والارند والاكشوال كوست، بادجت ات كومبليشن اي تي سي اي اي سي الفارينس ات كومبليشن، يعني كل البارامترز بتاعت الايرند فاليو، وعامل جروب اند سورت بالدبليو بي اس بس مطلع لها توتال. طبعا لو شلت ده هيروح التوتال اللي هو الجراند توتال. فلتر مش حاطط اي فلاتر نيكست. طيب ده كده لو انا عايز ايه ان انا اعدل على التقرير من خلال الويزرد. لو انا عايز اعدل من خلال الريبورت ستراكشر اعمل موديفاي
هيطلع الشكل ده. خلاص الشكل بقى بالنسبة لنا بقى سهل وبسيط، الجزء بتاع الهيدر ريبورت، وهنا دي تعتبر تكست بس، تكست اسمه WBS عشان هيرتب ال WBS هنا، وتكست اسمه Activity ID عشان هيطلع ال Activity ID هنا، Activity Name وال Activity Status Earned Value. هنا نفس الحكاية، هنا الجزء بتاع السبتوتال والجزء بتاع التوتال بيبانوا ازاي دول شكلهم في ال في الريبورت ستراكشر. لو دوسنا دبل كليك هنا هنلاقي السبتوتال، هي طبعا دي كلمة الأول، دي كاستم تكست، لكن اللي جنبها اللي هي مجموع الايرند او البلاند هنا، بلاند فاليو كوست، بيتعرف عليها ازاي في الريبورت ستراكشر. هنا الايرند فاليو او البلاند فاليو نفسها هتبقى من الاكتيفيتي اختار بلاند فاليو كوست، لكن هنا ده سب توتال، فلو وقفت عليه كده هلاقي جايب لي اكتيفيتي او اكتيفيتي السمري، ومن اكتيفيتي السمري بدا يختار بلاند فاليو كوست، بلاند فاليو كوست. نفس الشيء لو جيت وقفت هنا هلاقيها برضو اكتيفيتيز سمري وبلاند فاليو كوست، بس طبعا الفرق ان دي ايه، الاولانيه تبع الداتا سورس الاولانيه، والثانيه الداتا سورس الثانيه، بحيث ان هي تبقى اوفر اول توتال، اوفر اول توتال ده سب توتال وده الجراند توتال. طيب يعني انا كده بشايف ان خلصنا معظم الحاجات اللي في الريبورتس. خلينا نقول برضو كلمه سريعه كده، ان انا ما تخضش من الاشكال بتاعت الريبورتس الكتيره واسمائهم. انا بدخل على حسب انا عايز اعمل ايه، اول حاجه بحدد ايه هدفي، ايه الداتا اللي انا عايز اطلعها. هل انا عايز اطلع داتا عن الكودز، عندي الريسورس كود والاكتيفيتي كودز بروجكت كودز وهكذا، فاروح للجزء بتاع الادمنستريشن. لو انا عايز اطلع حاجة عن الريسورس نفسها اللي موجودة عندي، ريسورس ديتيلز والديت الرول وهكذا، فبروح على الجزء بتاع الريسورسز. لو انا عايز اطلع على البروجكت نفسه وانا في مرحلة ان انا بعمل له بلاننج، فهلاقي هنا البروجكت والاي بي اس بروجكت، دبليو بي اس نوت بوك ايتمز، الدبليو بي اس ديكشنري، دبليو بي اس سمري وهكذا. في جزء على الكوست والسكيدجول، الاي بي اس والبروجكت ايرند فاليو والبروجكت كوست والبروجكت ليبر. ولو انا عايز اعمل كنترول لمشاريع جاريه بروح على الجزء بتاع الاوبن بروجكتس، وبلاقي في البروجكت دبليو بي اس، وفي حاجات عن الكوست زي الايرند فاليو كوست ايفورت سمري اكسبنسز وهكذا، سكيدجول حاجات عن السكيدجول نفسه زي status report relationships وهكذا. لو عايز حاجات عن resource usage، هنا ال usage اللي هو يقصد بيه ال assignment بقى نفسه، assignment بتاع ال resources على ال activities، لكن ال resources اللي كان فوق كان ال dictionary بتاع ال resource نفسه، وال resources اللي هنا اللي في ال administration عبارة عن ال acquaint اللي هي ال RBS أو ال resource code values. فعلى حسب انا عايز اشتغل على ايه، او الريبورت اللي انا عايز اطلعه لايه. الحاجات بتاعت الادمنستريشن دي نادرا لما بستخدمها، الا لو انا عايز اوري بس الاستشاري مثلا، او اطلع الديكشنريز بتاعت الكودز بتاعت الشركه مثلا اللي انا شغال عليها بحيث ان انا احفظها او افايلها. لكن الجزء بتاع الريسورسز برضو لو انا عايز اعرف ايه هي الريسورسز الموجوده والعوامل المرتبطه بيها، الاول بروجكت بقى في مرحله البلاننج، و في الكنترول بستخدم الحاجات بتاعت الاوبن بروجكتس. فزي ما قلنا يعني هحدد اول حاجه واهم حاجه ايه هي الداتا اللي انا عايز اطلعها، ايه شكل الداتا على ورق، حتى مش لازم على البريمافيرا، على ورق كده ايه شكل الداتا اللي انا عايز اطلعها. عايز اطلع حاجه عن الاكتيفيتيز معاها الاساينمنت بتاعت الريسورسز، ولا بتكلم في حاجات خاصه بالبادجت، ولا انا عايز اشوف العلاقات ما بين الانشطه وبعضها، ولا عايز اطلع حاجات عن الايشوز اللي طالعه عندي وهكذا. فانا لازم ابقى عارف ايه التارجت بالنسبه لي الاول، وبناء على التارجت ده هدخل على احد الجروبس دي. دخلت على الجروب هعمل ران للريبورت، ولو ما عجبنيش هبدا ان انا اعمل فيه اديت بالويزرد اللي كانت هنا، او بالستراكشر ريبورت ستراكشر اللي شفناه من موديفاي بالشكل ده. وبكده نبقى غطينا الجزء بتاع
الريبورتس.